المبادرة السنة هذه لها خصوصية أنه فيه مشاركة ومساهمة جدا من أشخاص مؤثرين. أشخاص مؤثرين في المجتمع هم الواصل بين أي قطاع صحي والمجتمع. وجود الكابتن ماجد عبد الله وتأثيره على شرائح المجتمع بجميع أطيافها. وأبو عبد الله طبعا شهادتنا في مجروحة دائما صاحب مبادرات ودائما سباق في أي مبادرات لها دافع إنساني وتوعوي. وجود الأخ فايز المالكي وبركان طبعا دائما مبادر في الأمور هذه، ومعظم النشطاء اللي في وسائل التواصل الاجتماعي موجودين اليوم، نقول الله يكتب لهم الأجر، وإن شاء الله مع رؤية 2020 تكون جميع حملات التبرع بالدم كافية لسد الحاجة بنسبة 100%. الحمد لله احنا عندنا ناس كثير خيرين ويحبون التبرع ويحبون يسوون كل شيء يعني، فبالعكس انا اشكر المسؤولين على هالحملة انه خلوني اني اجي هنا والناس ايضا تجي عشان تتبرع بالدم. شاكر هالمبادرة واتشرف بالحضور والمشاركة، واللي احب اقوله لكل من يشاهدنا الان ومن خلال قناتكم انه يتبرعون لوجه الله تعالى، العالم في حاجة نقطة الدم، واعتقد انه الله من عمل عليهم بالصحة والعافية. في اخواننا ابتلاهم الله بالمرض وبالوجع وبالنوم في المستشفى، فبالتالي لازم نساعدهم بالتبرع بالدم لهم والوقفة الجادة لهم. مبادرة رائعة وجميلة، واتمنى انها تستمر دائما ان شاء الله. التبرع ترى صحي للانسان نفسه، ما اعتقد الموضوع كله ترى ربع ساعه، اكثر من كذا ترى ما ياخذ منك وقت، بس انت ما تعرف كم انسان ممكن تنقذ حياته بهذا الشيء. اشجع الناس كلها ما تكسب اجر وتحافظ على صحتها وتخدم وطن المجتمع بالتبرع. احيانا يحتاج المريض الى دم ولا يجده، وبالتالي يصير يعني مؤذي جدا له ولعائلته انه ما يجد قطره دم واحده ممكن تنقذ حياته. فنتمنى انه بهالعمل بسيط احنا نساهم في يعني تحفيز الناس وفي دعم بنوك الدم، والله يكتب لنا ولكم الاجر ان شاء الله. هدفنا صراحة نجلب أكبر عدد من المتبرعين وبشكل مستمر، أتمنى يكون التبرع على مدى أكثر من 3 أيام وطول السنة، وبإذن الله بنك الدم متعاون في مواعيد العمل وتمديدها للمتبرعين، وإن شاء الله أنها مو آخر حملة ولا أول حملة بإذن الله. وحابة أشكر برضو المدينة على دعمهم وتعاونهم وتخصيص وقتهم. أشكر وجود الجميع اليوم، وإن شاء الله تكون بادرة مستمرة، وأولا وأخيرا هذه فيها أجر إن شاء الله، ولا أكتب الأجر للجميع إن شاء الله.